حتى في احلامي ياما صوتها ما بيفارقنيش، وهي بتقول لو اديتني من وقتك دقيقتين كان زماني على وش الدنيا، وكان زمان ولدي ما تيتمش. هون على نفسك يا حبيبي، انت ما كانش في يدك حاجه وما عملتهاش، ريح ضميرك. وهي ما سابتش في عمرها دقيقه واحده عشان خاطر يا ولدي. قوم نام، ريح نفسك وسيبها لله. ونعم بالله، دلوقتي اما مصير الطفل ده دار الرعايه، وانت عارفه دار الرعايه عندنا حالها ما بيصرش لعدو ولا حبيب، فكنت بفكر اكتب طلب واجيب الطفل ده يتربى عندنا في البيت هنا. طفل مين يا زين؟ الطفل اللي كنت حكيت لك عنه اللي امه اتقتلت، كنت بفكر يعيش عندنا في البيت. انت عارفه يتيم الام ومصير الله اعلم بيه. لا طبعا ما ينفعش، احنا مش عارفين الطفل ده ممكن يكون وراه ايه، خصوصا ان امه ماتت مقتوله. عارف يا ولدي، لو ابوك عايش كان جاب الواد هني وتربى معانا. هات الواد وانا اللي هربيه، هو انا طول ابقى جار الرسول كهاتين كده هوت في الجنه. والله يا أم لا شفت ولا أشوف بطيبة قلبك. روح يا شيخة، ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. ربنا يخليك ويبارك فيك، حافظ عليك يا ولدي. مستغرب من القرار اللي أنت خدته ده. قرار إيه؟ عزت بيه قال لي إنك كتبت طلب للتضامن إنك عايز تاخد الواد من البت اللي اتقتلت دي وتربيه عندك في البيت. طب وإيه الغريب فيك ده؟ بعدين دي الحاجة الوحيدة اللي هتريح ضميري تجاه تقصيري مع أمه. هتريح ضميرك بس هتجيب لك مشاكل كتير. عمر الخير ما يجي من وراه مشاكل يا زياد. اوعى تكون اتجنيت وهتكتب الواد ده باسمك. اللي أنت بتقوله ده التبني حرام وغير قانوني. خلف شرع ربنا وخلف القانون. كل الحكاية إني أتكفل بتربيته وعندي في البيت وبس. سمحوا لي إني أختار له هو اسم. وهتسميه إيه؟ هسميه صالح. على اسم أبوك؟ لا، على اسم صالح سليم. نتيجة التحليل بالنسبة لك انت مفيش ما يمنع ان انت تخلفي. اما بالنسبة ليك انت يا زين فانت راجل مؤمن وموحد بالله، ونتيجة التحليل بتاعتك بتقول انك استحالة تقدر تخلف، واكيد ربنا ليه حكمة في كده. كده اتأخرت يا هان. انا فعلا اتأخرت قوي النهارده. ايه اللي انتي لابساه ده؟ ايه؟ في مذيعة مشهورة وعندها برنامج مهم كل البلد بتسمعها، تخرج من بيتها لابسة تريننج شوت. ادهم انت ليه محسسني ان البلد كلها بتشوفني مش بتسمعني؟ يا ادهم انا بشتغل مذيعة راديو، يعني ممكن اروح البرنامج بتاعي وانا لابسة بيجامة عادي جدا. طب انت هتعملي ايه بعد ما تخلصي؟ ممكن اخد شيكو ونروح نفطر في ليفت بانك وبعد كده هرجع البيت. شيكو ده اللي معاكي في البرنامج؟ اه. وده ينفع؟ وفيها ايه يعني؟ فيها ان انت دلوقتي ست متجوزه، يعني ما ينفعش تقعدي مع راجل لوحدك في اي حته. على فكره حصل نفس الموقف اول ما اتجوزنا، وانا اخدت راي مامي وهي قالت لي عادي مفيش مشكله. مامي؟ ايه دخل مامي بينا دلوقتي؟ انت متجوزاني ولا متجوزه مامي؟ من فضلك يا ادهم اتكلم عن مامي باسلوب احسن من كده شويه، ممكن؟ هند الله يخليكي، أنا عندي شغل كتير في الموقع النهارده ومش عايز أروح وأنا مودي وحش. أوفر قوي بصراحة. مش أوفر، أنت اللي مش راضية تقتنعي إن أنت ما بقيتيش سنجل. المفروض أكدب وأخبي عليك مش كده؟ كدب مش أوبشن أصلاً. أنت من بيت محترم، والبنات اللي خارجة من بيوت محترمة ما بتكدبش على جوازاتها. أنت كل يوم في الفيلم ده، أنت ما بتزهقش. أنا اتخنقت، أنت بقيت مش طبيعي. أنا اللي مش طبيعي؟ أنت اللي مش راضية تقتنعي إن أنت حياتك اتغيرت، وبقيتي متجوزة وعندك بنت ومسؤوليات. لا كده كتير عليا، أنا مش قادرة أكمل. مع السلامة. يا هند. خلاص بقى، باي باي. وبالطريقه اللي اتضربنا بيها النهارده على الدلتا نبقى قادرين ننفذ اي مهمه نتكلم فيها باذن الله. تمام يا رجاله؟ تمام يا فندم. بعد اذن سيادتك يا فندم. في ايه يا ابني؟ السياد قائد الكتيبه طالب سيادتك في مكتبه يا فندم. اتفضل وانا اجي. اي امر يا فندم؟ اتفضل. كمل انت مع الرجاله.
تمام. انا اروح اشوف الموضوع ده واديله. ماشي. تمام يا فندم. ازيك يا منصور؟ الحمد لله تمام يا فندم. في تكليف جانا من القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدات المظلات لدعم أعمال قتال قواتنا في شمال سيناء وتنفيذ عمليات نوعية ضد الجماعات الإرهابية هناك. الله أكبر الله أكبر. أخيرا يا فندم. عشان كده أنا رشحتك أنت للمهمة ديت. سيادتك عارف إن أنا دايما جاهز وطول عمري نفسي أخدم في سيناء. وفر حماسك وطاقتك للعملية. تمام يا فندم. بالتوفيق يا منصور. المسخره دي بيت الجناوي زاد راجل. سمي الله يا امه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عيني عليك يا ولدي. ذنبه ايه يتيتم بدري؟ ذنبه ايه العيل ده يبقى مصيره كده؟ مصيره يبقى زي الفل يا امه. ده اتربى بيت الجناوي وانا عارف انك هتراعي ربنا فيه. كانك طيب يا ولدي. برضه عملت اللي في دماغك يا زين؟ خلاص بقى امر واقع. اتكلمنا في الموضوع ده بدل المره الف يا فيروز. ايوه بس ما كنتش متخيله انك هتعمل كده بالسرعه دي. فيروز بتتكلم صح. وايه يا زين؟ كتبت على اسمك؟ استغفر الله العظيم. انا عمري ما اعمل حاجه تغضب ربنا. انا ما تبنتوش. أنا اخترت له اسمه بس. سميته صالح يا أمو. على اسم أبوه يا زين؟ ولو بيد أسمي أي طفلة اتولد في البلد دي صالح على اسم أبوك. ربنا يخليك يا ولدي ويبارك في عمرك وفيك ويرزقك بالذرية الصالحة زي ما خليت اسم صالح يتقال في بيته كأنه ما ماتش. وهم دلوقتي يا أمو عايزين واحدة بترضع في البلد عشان ترضع. شوف كأنه جعان. فرحانة بنتي يا فرحانة. نعم يا ست. تعالي هنا. عايزاكي تشوفي واحدة لسه والدة جديد تكون صحتها كويسة عشان تردع صالح. من عيني يا ست. صالح صباح على خير. انت بلاح الخير. انا ما بقيتش فاهم حاجة. تصبح على خير. انت بلاح الخير. شفت حلو كيف يا ولدي؟ ربنا يخليك ويبارك فيك يا ولدي. الحمد لله يا امه. صباح الخير. وانت من اهل الخير يا والد الخير.